رحمة، أهلا وسهلا بسوريا. أهلا وسهلا فيك. أسبوع عنا، شو عم نعمل هون؟ ما في شيء، شغل ولقاء عائلي. يعني بلش الكاونت داون لل فينا نقول أول سينجل ب 19/1 بيصادف عيد ميلادك. أول شيء هابي بيرث داي، وثاني شيء خبرينا عن الغنية بشكل عام وخصوصا عن الكليب مع ريندا لقداح. أول شيء ثانك يو لك، وما بعرف يعني إن شاء الله الأغنية تنجح يا رب، وإن شاء الله يعني يكون لها يعني نجاح مثل ما أنا عم بتوقع. ورندلة يعني حبيت الشغل معها أنا أصلا، وهي مريحة أصلا بالشغل، والكليب حلو أنا مقتنعة فيه. ستوري بورد شلون؟ حتبسط حتبكي شو؟ يعني ظالميكم يا الرجال. لا انتم مو مظلومين، انتم دائما الظالمين. الغنية مذكر كلام والحان وتوزيع مين؟ طبعا الحان وتوزيع محمود عيد وكلمات انور مكاوي. بالفترة الأخيرة صارت مثل خبر، يعني زي ما نقول على بعض المواقع الإلكترونية بتقول إنه رحمة رح تحل ضيفة على حلقة إليسا ببرنامج العراب مع نيشان ورح تعتذر. معقول الموضوع يعني لهالوقت بعده عم بتفاعل من وقتها، وانت شو بتردي شو بتعقلي؟ لا ما يعني اول شيء انا انصدمت من وين جايبين هالخبر اصلا، كله كذب يعني ما في هيك شيء، وحتى لو في اكيد ما راح يكون في اعتذار لان انا مش غلطانه. بتعتبري حالك انظلمتي بالفاينل برايم من ورا هذا الموضوع؟ من ورا هذا الموضوع ما اعرف، يمكن شوي بس خلص قطعت. عرفنا انه كثير بتحبي سلطان الطرب جوز الصوف، لو صار لك الفرصه انك تقابليه قريبا جدا، يعني شو تخيلي راح يكون الموقف؟ شو راح تقولي له؟ ما بعرف عن جد، يعني ما اعرف شو بدي اقول له. اول شيء بدي بوسه لانه اموت عليه، وما راح اتخيل حالي انه هو هيك قدامي هيك عم بحكي معه. لا يا ريت حدا يعمل لي اياها مفاجاه ويخليني اشوفه ان شاء الله قريبا. بعدك مثل يعني هلا عم شوف حتى كمان بالكواليس هون بالانترفيو على اذاعه ارابيسك مع رفيف، عم شوف كيف حركتك بعدك هيدا الدينامو اللي بيضله كل الوقت عم بيحرك ويعمل جو حلو. فينا نقول انه رحمه كانت على الريال تي في بكل حالاتها هي رحمه مثل ما عم شوفها هلا. والله صح، لانه يعني ما قدرت يعني اتصنع يوم ويومين وثلاثه، يمكن اول يوم يومين كنت خايفه، مش اتصنع، كنت خايفه ومستحيه وكذا انه في 6000 شخص عم يشوفني، ملايين الناس. بس هو هاي انا وقت اعصب، انا وقت العب، انا هيك. زوج المستقبل برايك لاي مرحله لازم يكون نفسه طويل؟ يا حرام كثير تكون امه عن جد ما بتحبه، داعيه عليه مش داعيت له. بمناسبة كأس آسيا سجلنا دعوة قطرية، غنية جدا بدعوة من تلفزيون قطري، خبريني كيف صار المشروع؟ ما في شيء، جاني اتصال من اللجنة المنظمة للمهرجان وبس، وصار الاتفاق واختياري أنا على هاي الأغنية، والحمد لله. أنا كنت حابة الموضوع، وكنت يعني كانت أول شيء فخر لي وأمنية إني أنا أكون الصوت النسائي الوحيد اللي يفتتح الأمم آسيا وبس، والأغنية حلوة كتير. إدارة أعمالك مزبوط موقعة مع باك عقد لمليون سنة مثل ما نزل بأحد المواقع، ولا شو الوضع؟ مين مستلم لك هلا أعمالك؟ باك ليمتد. باك ليمتد إيه. لا أكيد مش لمليون سنة، تعرف إنه نسيت اسم الشركة. مين باك ليمتد؟ لا هي لمدة ما حقول، بس انه ان شاء الله خير. اوكي. كلمه بتوجهيها لكل اللي عم بيسمعوك هلا ولا فانزاتك اللي هن كثير كتار وكثير بحبوكي وعن جد قوه جباره، شو بتقول؟ اقول لهم شكرا على دعمكم وعلى وقفتكم معي وعلى يعني هاي المحبه الكبيره اللي انتم عم يعني تعطوني اياها. وبس انا ان شاء الله يعني ما راح اخيب ظنهم يعني. مبسوطين فيكي رحمه بسوريا، ان شاء الله بنرجع نشوفك هون قريبا. صلحتي عيادتك؟ ايه بلا فضايح هلا. ثانك يو كثير رحمه، ثانك يو كثير لك. تسلم.